هذه الندوة الصحفية التي أردنا أن نعقدها لنضع الرأي العام الوطني والدولي في الصورة حول ما يمارس في حق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجماعات السلالية. تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه الندوة أولا من أجل وضع الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية في الصورة حول ما يحدث بأحد مناطق الغرب وهي منطقة المرابيح صبيح المرابيح. هذه المنطقة التي تعتبر من أكثر المناطق فقرا وتحتاج إلى مشاريع للتنمية وللاستثمار. تفاجأنا أولا بتزوير باستغلال مشروع ملكي حول الأراضي السلالية، المشروع الذي شجع الاستثمار على الاستثمار في هذه الأراضي الفارغة. نتفاجأ ابن أحد الأشخاص ذوي النفوذ السياسي والمالي بجهة الغرب والذي يملك الآلاف من الهكتارات يقوم بتزوير خبرة هندسية ليؤكد أن الأرض فارغة بينما تتواجد بها عشرات العائلات ويقوم بكرائها في عقدة مع وزارة الداخلية بنيت على التدليس، وجاء بمجموعة من البلطجية ليهاجموا الأرض دون إذن إداري وبحضور القائد الذي جاء دون إذن قضائي، وبالتالي فنحن أمام مجزرة حقوقية على إثرها تم اعتقال 7 من أفراد الجماعات السلالية الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم وعن ممتلكاتهم بشكل سلمي وحضاري ليزج بهم في السجن بتهم خطيرة، بينما التهم وبينما المافيا الحقيقية التي زورت الوثائق زورت الخبرة الهندسية لحد الآن. المهندس اختفى في وجهة مجهولة وأقفل عليه منزله حتى لا يتوصل باستدعاء لدى القضاء، وفي الوقت الذي حركت فيه الشكاية ديال هذا المستثمر اللي في الحقيقة ليس مستثمرا بل ناهبا للأراضي السلالية ومدمرا للتنمية، حيث أن تلك الأراضي تحتوي على قطع فلاحية فيها مجموعة من الزراعات ديال الأفوكا ومجموعة من الزراعات المعيشية ومجموعة من الأغنام والمشاريع البسيطة للنساء، حاول تدميرها بدم بارد من أجل استمرار توسيع نفوذه الأرضية من العار أن نفس الأشخاص يستولون على نفس الأراضي بنفس الطريقة ويزجون بسلاليين وبدول حقوق أبرياء. لذلك فنحن أولا من أجل وضع الرأي العام الوطني حول ما يحدث وحول هذه المجزرة الحقوقية، وكذلك من أجل التعريف بحيثيات هذا الملف وتقديم مجموعة من الدلائل الدامغة بما فيها خبرة عبر خبير لدى المحاكم وخبير توبوغرافي يؤكد تواجد العديد من المشاريع التي تعود إلى أكثر من 32 سنة، وبالتالي فالأبرياء داخل السجن المحلي بالقنيطرة والمجرمين الحقيقيين الذين زوروا ونهبوا الأراضي ديال المواطنات والمواطنين وخالفوا التوجه الرسمي ديال البلاد بالتنمية وتنزيل النموذج التنموي أحرار طلقاء يستمرون الآن في الحصد ديال المزيد من الأراضي وإدخال العديد من الأبرياء إلى السجن. وللإشارة فكل ناهب الأراضي السلالية تقدموا مشروع ديال الدعم لوزارة الفلاحة ويأخذون ما دفعوا ثمن الكراء، وبالتالي فهم يحصلون على هذه الأراضي بالمجان مستغلين النفوذ السياسي الكبير ومستغلين العلاقات الزبونية من أجل الاغتناء غير المشروع.